يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السلام عليكم مستمعين ومستمعات قناة سمع حكايتي، نتمنىكم إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، أموركم طيبة وأحوالكم جيدة، يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية، والهلا يطيحكم في الموقف اللي طاح فيه هذا السيد هذا اللي غادي نعاود لكم القصة ديالو اليوم. وكيف ما عودتكم دائما كل نهار جديد، أنا واحد متتبع القناة وحب أنه يشارك القصة ديالو لأنه ما بقاش قادر يتحمل هذاك العبء هذاك اللي هز فوق كتافه. الله يجزيكم بخير والله يرحم بها الوالدين إلا ما نصحوه. هاد السيد قاري وعارف بينه وبين الله وجا يستشر معاكم حسبنا خوته وخواتاته، داك الشي علاش. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على الثقة ديالو هو والناس كاع اللي حكوا الحكايات ديالهم في هاد القناة، واللي كنشكرهم من هاد المنبر على الثقة ديالهم. ونتمنى إن شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم جميعا، والشكر لكم موصول الناس اللي كيتبعوا قناة سمع حكايتي لأنكم كتاخدوا من وقتكم ومن جهدكم باش كتحطوا نصائح لهاد الناس باش هما يستافدوا. بقوا معايا للنهاية. السلام عليكم، سميتي عبد المولى، في عمري 50 سنة، إمام مسجد في إحدى القرى بنواحي مدينة تازة. توفاش الزوجة ديالي في رمضان الهلا يرحم فيها شعر قل الله ياخد فيها الحق. أنا خوتي تعرضت للخيانة الزوجية اللي صعبة بزاف من طرف ديك الزوجة اللي ما كانتش كتخاف من الله، اعترفت لي في آخر أيام حياتها. المشكل الخطير أن واحد من ولادي ماشي ولدي. غادي نعود لكم كيفاش وقع ليا ونعود لكم من البداية باش تفهموا قصتي علاش طالعة. المهم أنا كبرت وتربيت في العربية، أب ديالي كان إمام مسجد الله يرحمه والأم ربة بيت. كنا دائما كنتقلوا من عربية لعربية حيت الأب ديالي كان كيشارط في الجوامع. حتى الواحد العام استقرينا في ديك العربية اللي كنت أنا فيها مشارط. بقينا على ذاك الحال، عندي خويا هو الصغير اللي حاليا كيقرا الشريعة في مدينة الرباط، وخويا واحد آخر اللي تخرج، خواتاتي جوج بجوج بهم زوجات، أنا هو الكبير ديالهم. وحدة من هاد خواتاتي كان زوجها الأب ديالي في واحد العربية كنا فيها قبل ما نجيو لهاديك اللي كنت أنا مشارط فيها واستقرينا فيها، بقات هي تماك. هاد اختي جاية مورايا فايتها أنا غير بعام. العام اللي تزوجت فيه هي حملات وغادي تولد أخوتي واحد المسخوط هو اللي خرج عليا. البنات داك الوقت كانوا كيتزوجوا بكري، اختي كان عندها يلاه 16 وتزوجت، وأنا كان داك الساعة عندي 17. دازت الأيام كنت أنا كنقرا قرآن باش نرجع فقيه بحال الوالد، وخوتي الآخرين قراو في المدارس مشاو للمدينة وكملوا قرايتهم في دار الطالب. صافي هي هاديك بقيت أنا مع الوالد ديالي. أختي الأخرى زوجها الوالد بواحد السيد اللي كان كيسكن في المدينة وكان موظف، ولكن كانت مدينة بعيدة علينا بزاف. كان باه صاحب الوالد، صدق ليها الزواج مزيان وهانية مع راساتها. أما أختي اللي زوجها الوالد ديك العربية كان راجلها مسخوط وولدت معاه واحد مسخوط بحال باه. بقات مع داك الراجل اللي كان معدي عليها بالضرب والشتم، بقات معاه تقريبا شي 5 سنين. من بعد طلقات وجات سكنت معانا، ولدها كان كيقول لي بلا طير ولا نطير. شنو غادي نقول لكم، ما كنتش كنتفق انا وياه نهائيا. كان هو عنده شي 4 سنين وانا عندي شي 21 سنه. كل ما كيكبر التبرزيت ديالو كيكبر معاه، كان واعر بزاف. هذيك اختي ما تقدرش تهضر ليها مع ولادها، خصوصا داك الولد حيت هي اصلا كان عندها غير ولد واحد، ولكن من بعد ولدت ولاد اخرين ومازال لحد الان على هاد الطبع هذا، ما كتربيش ولادها للاسف. المهم الا قلت له غير شي كلمه كتنط قدما. كنت انا قبل عايشه هاني مع والديا، منين رجعت داك اختي رجع معاها الهم والغم. انا الحمد لله امتهنت المهنه ديال الوالد فاش درت 25 عام.
خرجت بزاف ديال السلكات ورجعت حامل لكتاب الله. علمني الفقه الإسلامي وأصوله والمذاهب الفقهية إلى آخره. فاش درت 28 سنة شديت بلاصة الوالد اللي كان مشى ليه السمع، وحتى الشوف الله يرحمه ويوسع عليه ما كانش كيشوف مسكين مزيان. الأم ديالي حتى هي مرضات وعانات، وخصوصا من بعد الوفاة ديال الوالد ديالي. صافي الوالد مسكين بقى غير شي حاجة قدامو الأمانة أمانته. إوا تما قررت نتزوج وباش نلقى شي بنت الناس اللي تعمر على الوالدة وتعاونها، خصوصا أن داك أختي جلس معانا 4 سنين وخطبها شي واحد كيمشي لأوروبا وتزوجات وخلات لينا ولدها حاصلين فيه. إوا الأم ديالي قيصة في عينيها ما تقيسهاش داك الدري. بقيت حتى لقيت واحد البنت اللي كانت اختارتها الوالدة، وكانت بنت المقدم ديال الدوار. كانت الأم ديالي شافتها في شي عرس وعجباتها البنت، قلت لي والو ولدي غير هادي ولا بلاش. قلت لها الوالدة اللي بغيتيها أنا معاك. مشينا دينا الخطابة، خطبت البنت وأنا ما عارفهاش حتى كيفاش دايرة، وكنقول مادام اختارتها الوالدة أكيد غادي تكون مزيانة. خطبناها فضينا قضينا، جا الوقت ديال النظرة الشرعية. دخلوا ليا واحد البنت أنا يحسب ليا شي بنيتها كتلعب، ودخلت علينا ما يحسب ليش هذيك هي العروسة. علاش؟ انا غادي نقول لكم، حيت البنت كانت صغيره بزاف. اواه منين قالوا لي العروسه تخلعت، قلت لهم واش بصح هذه العروسه؟ قالوا لي اه شنو حساب ليك؟ قلت لهم واش وصل الله كارت؟ قال لي با هلا البنت يلاه عندها 14. قلت لي واش عارف انت شحال في عمري؟ قلت لي راه عندي تقريبا 28 عام، راه قريب نفوت بنتكم بالنص ديال عمرها. قال لي باه ماشي مشكل، أرى غير تصلى فيها. قلت لها واش نتي موافقة؟ قالت لي اللي دارها الوالد أنا معاه. صافي ما لقيت فين نزيد نهضر ولا نقول شي حاجة. توكلنا على الله، تزوجنا غير بالفاتحة، كانت البنت صغيرة بزاف. درنا العرس، حضروا له القريب والبعيد، فرحنا نشطنا دات كل شي بخير وعلى خير. حضروا خواتاتي إلا هذيك مات الولد لأنها كانت في أوروبا. حضرت أختي وحضرت أخوتي. المهم هي هذيك دخلت على البنت داك الليلة ديال الدخلة ما لقيت ما نشد فيها، صغيرة بزاف. بقيت معها واحد المدة عاد ولفاتني، وعاد دخلت عليها. تعاملت معها الصراحة بما يرضي الله، كانت زوينة وبيضة غير هي كانت ضعيفة بزاف. بقيت معها المدة ديال عام، حملت بالبنت، وكانت هي والوالدة متفاهمين بزاف، وكانت على درعها. مرضت الأم ديالي هي اللي قبلتها وطلت فيها حتى ماتت الله يرحمها ويوسع عليها. بالنسبة لولد أختي اللي كان قبيح تعقل، وبديت أنا كنقري بحال ولدي، وخا هو الصراحة كان كبير. مراتي دائما كانت كتهلا فيه، كتوكلو كتشربو كتصبر ليه، وديما هي وياه ما كيتفرقوش، لدرجة كان كيعاونها حتى في الشغل ديال الكوزينة. وفاش ولدت كان ديما كيقابل ليها البنت، وخصوصا فاش توفات الوالدة بقينا غير حنا بثلاثة. خوتي اللي كانوا في المدينة قليل فين كانوا كيجيو، إلا إلا شدو شي عطلة كيجلسو هي أيام قلال وكيرجعو. صافي بقينا على داك الحال. مرتي حملت بالولد، كان كيقابلها ويسخر عليها بحال تقول خوها الصغير، حيت كانت صغير، كان صغير عليها غير بشي سنوات قليلة، تقريبا نفس العمر ديالها. كان عندها هي 17 داك الوقت، وهو كان عنده 14 أو 15. بقيت كنحفظو القرآن، الدري غادي وكيكبر وكيزيان. دازت الأيام والشهور والسنوات، جات الأم ديالو جابت معها بنت وولد من داك الراجل اللي تزوجت بيه. جات باش تشوف ولدها، ونيت بغات تديه معها قبل ما يكمل السن القانوني. صراحة جابت من كل شي وتصلات مع مراتي وحتى مع ولادي. بغات تمشي تدفع لولدها باش المرة الجاية فاش تجي غادي تديه معها. صافي مشات هي، رجعت لأوروبا فعلا جمعت ليه الوراق باش تجيبو معها، وتم وقع ليها شي مشاكل مع راجلها اللي مرض وطاح ليها في الفراش. بقات ملاهية معاه ملاهية معاه حتى كمل الدري 18 سنة. كانت كتقول له غير قرا، منين ديك تما خدم إمام ديال شي جامع. صافي كانت كتوعدو دائما بهذا الشيء، وكتقول له راجلي هو اللي غادي يساعدك. دا
داكشي علاش كان مجتهد بزاف. كنت كنقري الدراري وكان هو رقم واحد فيهم، كان عقله خفيف بزاف وكيحفظ بالزربة. فاش انا وصلت لربعين عام مرضت، ومرضت واحد المرضى اللي كانت خايبة بزاف. نط ليا حبوبة في رجلي الله يبقي ستر، وبقات كتكبر كتكبر وما عرفتش علاش وكيفاش. عييت ما نداويها بالدواء ولكن والو، غير ما كتزاد تكبر. فاش مشيت للطبيب لقينا الله ينجيكم سرطان، شدوني نعس وقالوا لي خصو ضروري خصك تزول رجليك. انا صدموني وتخلعت، قالوا لي باش ما ينتشرش ليك المرض. مراتي بقات في العروبية، جا عندي ولد اختي وصيتو على الدراري، درت فيه الثقة الكاملة وقلت بحال ولدي، وتربى في وسط ولادي اللي بحال خوتو. ولكن كان العكس، فاش انا نعست في السبيطار كانوا كيجيو عندي خوتي وشي ناس من العائلة كيطلعوا عليا. حتى درت العملية وزولت الطرف مني اللي الصراحة بقى فيا الحال بزاف، ولكن الحمد لله، لله ما اعطى ولله ما اخذ. بقيت مدة مكرفص ومعذب بسبب داك المرض. انا كان كيحسب ليا السيد مقابليا ولادي ومهلي فيهم، هو جالس كيدير خدمتي من جميعه حتى من الفراش. المهم فاش خرجت من السبيطار بقيت سيمانه وانا القمراتي كتقول لي بلي راه حامله. قلت ليها كيفاش حامله؟ قلت ليها بلي عرفت انها حامله فاش كنت انا نعس في السبيطار وما بغاتش تقولها ليا حيت ما كانش الوقت المناسب. صافي ما ديت ما جبت، متلاغي مع حريقي ومرضي والرجل اللي مشات ليا. قلت عادي كلشي كيتزاد برزقه. ديك الفترة اللي مرت انا وزولت الرجل ديالي، ولد اختي هو اللي رجع بلاصتي في المسجد ورجع هو الامام. انا تقطعت ليا رجلي وما بقيتش قد على داك المسؤوليه. بقينا شي 7 شهور تزاد عندي واحد الولد اللي الصراحه ولد اختي هو اللي تكلب بالسبوع ديالو بحال لا حس انه ولده، واخا هو ما في خبره ما يتعاود. ما عرفتش في داك الوقت واش كان باقي على علاقه بمرتي ولا لا، وهذا الشيء غادي نعرفه من مرتي فاش كانت كتموت. بقيت هكذاك مدة ديال عامين. بنتي الكبيرة تبارك الله فرزات، وليداتي شوية كبروا بفضل الله، واختي وولد اختي اللي كان متعاون معانا بزاف ماشي غير شوية. واحد المرة كان الصيف، نزلت مو وهي كتفاجئنا انها شرات لولدها واحد الكونترا لاسبانيا ب7 ديال المليون، وجا الوقت اللي غادي يمشي وتما غادي تمرض مرتي. جاها واحد المرض اللي صعيب بزاف، الا هو سرطان في الكبد. عانت بزاف منه وهي صغيره. بقى ولد اختي شي 4 سنين في اوروبا، ما عمرو ما جا. داك الفتره كامله كان غير كيصيفط ليا الفلوس وكان معاوني. من بعد كان عندي شي رزيق، قررت انني نخرج من ديك العروبيه حيت جاب واحد الامام لداك المسجد وانا خصني ضروري نخوي داك الدار. صافي رهنا في المدينه، مرتي قلت لكم مرضات، انا صافي قهرني الطبيب والمصاريف ديالو، انا رجلي ما عنديش باش نخدم. العام الخامس جا ولد اختي لعندنا، هو اللي كان كيعاوني على الدواء ديال المراه وعلى الطبيب. فجا لقى بنتي البكريه كبرات، طلبها مني واخا كانت صغيره على الزواج عطيتها له. بقات البنت معايا حتى كملت 17 عام، درت ليها لاكارت عاد جا عقد ودار ليها العرس. مشى للخارج خلاها معايا، دفع ليها ودغيا سهل عليها الله وداها معاها لاسبانيا حيت كان شاد واحد المسجد تما. المراه كانت باقا كتعاني بالمرض، داروا ليها واحد العمليه نجحت ليها ورجعت شويه، ولكن في ساعه رجع ليها داك المرض. بنتي مشات لتما خدمات وكانت كتصيفط ليا الفلوس وحتى الدواء من بعد المرات. دارت لامها الفيزا باش تديها، ولكن مرتي ما بغاتش رفضات. قلت لي علاش رفضتي العلاج في اوروبا؟ ما كانتش كتبغي تجاوبني. كنت دائما كنسول راسي هذا السؤال، زعما علاش رفضت تعالج تما وبنتها مسكينه كل عام كتدفع لها وكتبقى ترغب فيها غير باش تجي عندها وهي اللي تتكلف بالعلاج ديالها، وهي ما بغاتش. سنوات ديال المرض اللي دوزت صراحه داز عليها العذاب الشديد. واحد النهار تد عليها الحال، عيطت عليا قالت لي انا ما بقى لي والو في الدنيا، وبغيت نعترف لك بواحد السر
لي خاطر، ربما ربي يخفف عليا ما نازل لان ضميري كيأنبني. قلت ليها ما تقولي والو، انت راكي مريضه، حنا كنا كنغلطوا. تصورو كنت كنبكي عليها اكثر من امها وباها اللي كانوا كيجيو كيبقاو يشوفوا فيا وكيقولوا لي صبرها ولدي، هادشي اللي قسم الله. والديها كانوا كيصبروني انا، وكانوا كيقولوا لي علاش كتبكي بزاف على بنتنا. كيبقاو يشوفوا كيتسالوا هاد السؤال دائما وكيصبروني. صافي هي هذيك، قلت لها ما تقولي والو انا مسامح لك. قالت لي لا ضروري نقول لك هادشي، وهادشي اللي غادي نقول لك وجه الله ما تفتحوش قدام ولادي، سرني. الا بغيتي تسمح لي اسمح لي، ما بغيتيش على الاقل عائلتي ولادي حتى واحد ما يسيق الخبر. قلت لها دوي شنو كاين خلعتيني؟ قالت لي انا خونتك وولدنا فلان راه ماشي ولدك. نط نايض. قلت لها كيفاش؟ قالت لي هادشي اللي عطا الله. بدات كتعاود لي على النهار اللي كنت نعس في السبيطار، وقالت لي بلي انا غلطت مع ولد اختي اللي انا تقت فيها خوتي. وييه ولد اختي اللي ربيته بحال ولدي، قريتو كلام الله وريتو الحرام والحلال، وكان امام طعني في داري ونعس لي مع مرتي وبلا ما يفكر وبلا ما يشوف العواقب هي حملت منه. الخير اللي درت فيه نكره بهالطريقة الطريقه هذه، عاد لي اللي تمدات له. الخير اللي درت فيه نهار سمح فيه باه ما عقلش عليه، هو فعلا كان كيصيفط لي الفلوس باش كنعالج مرتي، ولكن ماشي على قبلي انا، على قبلها هي. صافي هي هذيك، نط انا بديت كنهرس الحوايج في الدار. دزت على شي معن كان في واحد الفيترينه كامله هرستهم. ولادي كانوا قارين، كنت غير انا وياها في الدار. هي صافي كتودع. قلت لها وكيفاش عرفتي باللي الولد ماشي ولدي؟ قلت لي اصلا النهار اللي دخلتي انت السبيطار كانت عليا العاده الشهريه، ومعاك انت مريض ما قربتي ليش. ومن موراها بدات في النهار ديال العمليه ديالك نعس معايا ولد اختك، ومن بعد منها ما جاتنيش العاده وعرفت راسي حامله. انت كنتي مريض ما ديتي ما جبتي. قلت لها واش غتصبك ولا بالخاطر؟ الا كان غتصبك نجيبو قدامك ونقتلو. قالت لي لا كان بخاطري، حيت غواني بالاهتمام ديالو تقرب مني بزاف، وانا في لحظه الضعف ما حسيت براسي حتى لقيت راسي غلطت معاه. هي كتعاود وانا ضفاري كنخشيهم في حنوكي، هبطت وجهي كامل. قلت لها شحال من مره خنتيني معاه؟ قالت لي شي 5 ديال المرات. فاش عرفني حامله ما بقاش قرب ليا. قلت لها واش عارف الدري بلي ولدو؟ قالت لي لا، هذا سر خليته بيني وبين ربي. قلت لها كيفاش وافقتي ان بنتك تزوج بواحد كنتي انت معاه على علاقه، هو كان كيتعاشر معاك انت؟ قلت لي انا بغيت نطمئن على بنتي، هو اصلا حنين ومزيان. طلب مني السماحه وقال لي سمحي لي غلطت معاك، وقال لي بلي عقل الصغر التبرهيش، وقال لي بلي هو تاب. وانا شفت ربي انتقم مني ومرت وخبقه صغيره، ودابا كنطلب منك تخزن هاد السر ودفنه معايا واسمح لي. نط كتقاتل باش تبوس ليا رجلي ويدي دفعتها، وما خليتش ليها بالكلام الطايح. قلت ليها والله لا سمحت لك، ولقاءنا غدا امام الله وعاد غادي نتحاسبوا انا وياك. وخرجت مشيت لواحد القهوة وبقيت جالس كنشرب قهوة مور قهوة مور قهوة. صافي فاش رجعت للدار لقيت الناس مجموعين والروينة، عرفت شي حاجة وقع معاك انت بالقيلات. تلقاو لي الناس في الحومة كيشدو فيا وكيقولوا لي البركة في راسك، عرفتها ماتت. ولادي جاو مساكن ما لقاونيش، لقاوهم ميتة، كانوا كيتصلوا بيا التليفون خليته في الدار. لقاو الحوايج كلهم مهرسين وعرفوا شي حاجه واقعة، لكن عندي ولدي الكبير مطور جمع داكشي اللي مهرس باش ما يعيقوش الناس، عارف شي حاجه كاينه. خوه الصغير ما عرفش اشنو واقع، واش مو ماتت ولا اشنو كاين.
حتى لقى خوه الكبير كيبكي مع انا تعطلت عليهم. صافي فاش جيت علمت حبابها جاو، قلت لهم ديو بنتكم تفنوا وحداكم، بقى وجهي كله مخبوش، يحسب ليهم ندبت على موت مراتي وانا ندبت على كيتي. داو دفنوها في العربيه حيت باقا يطريها، قد ليها المسائل ديال الدفن. كان رمضان، تفرقت الشوق، جات اختي اللي ولدها مول فعلا، وحتى اختي اللي كانت مزوجه بعيد، جاو خوتي اللي هما كانوا مزوجين في نفس المدينه اللي خدامين فيها، حضروا الجنازه. انا حالتي حاله، بنتي ما جاتش هي وراجلها مول فعلا، حيت كانت حامله في الشهر التاسع. بكات وحزنت على امها ولامتها علاش ما جاتش تعاش عندها، ولكن الحمد لله دابا ولدت صغير قبل العيد كبير بشي شهرين. هادي ملي مشات مره وحده اللي جات، وغير كتبكي على امها ما بغاتش تصبر، بغات تجي ومعها كورونا ولدها يلاه صغير، ما خلاهاش راجلها وما جاتش. ولديك الكبير حس بيا، ديما كيسولني علاش هرست الام على النهار اللي توفات الام ديالي، كنبغيش نجاوبو، هو محكر عليا بالاسئله ديالو، دائما كنبغي نشدو ونقول ليه الحقيقه. خوه الصغير اللي ولد داك المجرم واللي فوتوكوبي ديالو، فاش كانوا كيقولوا ليها كيشبه الولد اختك الولد اخت راجلك، كتقول ليهم طلع ليا في الوحام، وليت كنشوف فيه وكيبان ليا داك الحقير ديال ولد اختي. كرهتو بزاف يا خوتي، ما عرفتش واحد النهار شنو دار ليا، هزيتو حتى السما وبغيت نضربو مع الارض، وليت نعلت الشيطان في الدقيقه 90، كون ضربتو مع الارض ولا عمرو ما ياكل الخبز. بقيت كنفكر وكنقول هاد الطفل ما عنده حتى شي ذنب، الذنب عند الزوجه الملعونه وداك الحقير ديال ولد اختي. دابا انا خوتي عايش مريض في النفسيه ديالي، بعض المرات كنقول غادي نواجه هاد الحقير ونعاود الحقيقه لبنتي، ولكن ما قدرتش. بعض المرات كنبغي نشد داك الولد ونقول له شكون باك، ما قدرتش، ما قدرت نقول والو. غادي نبان قدامهم صغير، الام ديال داك المجرم بغيت شحال من مره نهضر معاها، لكن شنو غادي نقول ليها؟ وانا ما اصلا ما عندي حتى شي دليل. الدليل كاين ديال الولد، نقدر ندير التحاليل، ولكن الولد غادي يعرف وهادشي غادي ياثر عليه. والله ما عرفت ما ندير الخوت. بنتي حاليا قالت لي غادي نجيب خويا الصغير يعيش معايا، طلع عليه الوراق ونتبناه ونجيبو، حيت الولد الكبير فات 18 عام. هي ما عرفاش ان الولد راه ولد امها وربيبها ماشي غير خوها، وهي مسكينه على نيتها كتقول لي خويا، كتوصيني على خوها الكبير كتقول لي تهلا فيه راه قريب يخدم ويسهل عليه الله ويدير هو مستقبله ويتعاون معاك. هاد المره قالت لي بابا سير تزوج راك باقي صغير، ما تبقاش بوحدك. وييه بنتي، شكون غادي تقبل بواحد عنده رجل وحده؟ ولا نجيب شي وحده عاوتاني تخوني مع ولدي شي نهار، وشي نهار تولد ليا شي ولد من ولدي ولا شي بنت وتقول لي ولدتو مع ولدك؟ هادشي كنقولو غير مع بالي، ولكن كنجاوبها مسكينه ان شاء الله. دابا اللي عطى الله هو هذا، عاوني الخوت باش نلقى شي حل، راني غادي نحمق وغادي يخرج لي العقل، ما عرفت شنو غادي ندير. الله يجازيكم بخير الا ما عاونوني، وعافاكم الا ما نصحوني كيفاش ندير، راني حاير وما كنعش بقوة التخمام. واخا امام قاري القران وعارف بيني وبين الله، ولكن هذا الامر والله العظيم الا حيرني ومرضني وقلع لي من الجهد ديالي، وليت كنسى ان مقلوع علي الرجل، حيت نهار اعترفت لي المرا ديالي بالخيانه ديالها ليا، حسيت بالقلب ديالي هو اللي تزال من بلاصتو، حسبي الله ونعم الوكيل فيها. بلا ما تجيو تقولوا لي علاش فضحتيها وهي طلبت منك تسترها، انا كون بغيت نفضحها كون فضحتها مع العائله. انا جيت كنعاود لكم قصي باسم مستعار، ولكن
راه ساكت عن الحق شيطان اخرس، وهذا راه منكر اللي درتو هاد المراه هادي فيا. راه هادي كتستاهل الفضيحة ديال الدنيا والاخره، الله ياخذ فيها الحق، والله ما نسمح ليها الخوت، والله ما نسمح ليها. كون غير خانتني فشي وقيته اللي ما كنتش فيها انا مريض، واش انا كنزول نص مني وهي جالسه عايشه لي الحياه مع ولد اختي؟ ماشي منكر هذا الخوت ونسكت انا غادي يقضني الهم والحزن. انا بغيت نخرج هاد الشيء، بغيت نعرف الراي ديالكم. عافاكم نصحوني، راه عقلي غادي يخرج من بلاصتو. ما قديت نكمل حياتي ونتزوجت انا ونولد وليدات اخرين، ما قديت نبقى بوحدي عايش ودايرين بيا الاحزان والهموم. هذه هي قصتي وهذه هي حكايتي. نتمناكم تفيدوني بالنصائح ديالكم، والسلام عليكم. وكيف ما سمعتوا قبل قليل بصوتي القصه ديال الاخ ديالنا عبد المولى، اللي كنتمنى له من هذا المنبر ربي ينعم عليه بالصحه ويبقى له غير داكشي اللي عنده ويجعلو فيه البركه. تاني حاجه كنقول ليه الله يفاجئ همك يا ربي، يسري عيبنا وعيبك هادشي اللي كاين. هاد القصه ديالك الصراحه هزنتني والمتني كيف ما دائما. صراحه كنخرج من هاد القصص وانا مريضه في النفسيه ديالي، كيبقاو فيا مايليها، خصوصا فاش كيكون الامر متعلق بهاد المساله ديال الخيانه الزوجيه، كيكون الراجل مسكين هو اللي واكل الدق. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هاد الزوجه ديالك مسكينه الله يغفر لها والله يسمح لها، ما دارت فيها ما يعجب، ولكن انت الله يحسن عونك، راه ماشي الخاطر، حيت صعيب بزاف، صعيب الانسان يتطعم في ظهره، وخصوصا الا كنتي تايق في الطرف الاخر ثقه عمياء. ولكن السي عبد المولى هذا ما يعنيش ان انت ما درتيش الغلط، انت ارتكبتي غلط كبير، وهذا الغلط اللي دارت للزوجه ديالك هو السبب ديالك. عاد تقول لي علاش انت كما عرفتينا على راسك امام ديال المسجد، اذا كما قلتي قارئ اصول الفقه واصول الدين الى اخره، وعارف بينك وبين الله وما لك وما عليك، ورغم ذلك ولد اختك ربيتيه في وسط مرتك اللي مرتك انت كتكبرها ب 14 سنه كما قلتي، وباللي قلتي ان هذا الولد متقارب هو للزوجه ديالك في العمر، ورغم ذلك انت كتخليه يعاونها ويدخل معاها ويخرج معاها. اذا كيفاش بغيتي انت هاد الجوج ما غاديش يغلطوا؟ حيت كان واحد لي سباس كبيره وانت اللي عطيتيهم هاد المساحه فين يغلطوا. اولا كنتي عاطي واحد المساحه للولد اختك انه يقابل مع مرتك، قلتي كيقابل معاها بحال خوها الصغير. لا سيدي هذاك ماشي خوها. دابا الانسان راه كيخاف من الاخوه، الخوت كيخافهم يبقاو مجموعين في الدار بوحدهم، عاد هذا راه ولد اختك انت ماشي ولد اختها هي. فراه ربما يكون ولد اختها نيت وتغلط معاه، لان الشيطان يقول لك كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام ما خلا رجل بامراه الا والشيطان ثالثهما. والنفوس ضعيفه، وكما قال الله سبحانه وتعالى وخلق الانسان ضعيفا، حنا غير بشر. والله يحسن العوان الانسان راه يغلط، ماشي ملائكه نازلين من السماء. فاحنا ما كنبرروش الغلط ديال هاد المراه، هي فعلا غلطت في واحد المرحله العمريه اللي كنظن انها كانت مرحله المراهقه، لان المرحله اللي تزوجتي بها نتايا داك البنت كانت مرحله الطفوله، كانت الطفله وما وعيش بالامور، جاتها المراهقه جاتها على داك الولد، ولو انها ولدت ولادها هذا لا يعني انها امراه كبيره، هذا فقط تزوجت صغيره وكانت مازال عاد ما وصلش للسن القانوني او ان صح التعبير لواحد السن اللي كتكون فيه واعيه بالامور، ما كانتش عارفه شنو كيسرق قدامها، فقط نزوه شهوه وقع اللي وقع بينها وبين ولد اختك. وما عرفناش واش كان واحد الجانب ديال الاهمال ولا لا، الله اعلم، لان احنا ما سمعناش منها. فاش كيكون جانب ديال الاهمال من الزوج من طرف الزوج، وكتكون الزوجه
لقي واحد الجانب اللي كتكى عليه او كتلقى مثلا داك الحنان والاهتمام، فما كتعقلش على راساتها كتغلط لا هي ولا الراجل. يعني يقدر الراجل حتى هو يطيح في هذا الموقف اللي طاحت فيه الزوجه ديالك ويغلط مع شي وحده وتحمل بسبابه الى اخره. فكنبقاو نرجعوا نقولوا قدر الله وما شاء فعل. دابا شنو غادي نقول لك؟ هي راه اعترفات لك وطلبت منك السماح وقالت لك بغيتي تسمح ليا سمح ليا، ما بغيتكش ما بغيتيش تسمح ليا، عائلتي ولادي ما يعرفوش هذا السر، هذا على الاقل سرها. انت عاودتي الحكايه ديالك باسم مستعار وكذلك باشياء مستعاره. كنتمنى ان شاء الله هاد القصه ما يسمعوهاش الاولاد باش ما يتاثروش، وكنتمنى ان شاء الله الناس اللي معنا في القناه واللي الدور ديالهم انهم ينصحوك حتى هما ما يبخلوش عليك بالنصيحه. نصيحتي ليك السي عبد المولى، عوض ما تبقى دافن راسك بالمشاكل وداكشي القديم، فهادشي اللي عطى الله هو هذا. صيفط الولد عند اختو، منها تربيه منها يدير مستقبله منها يبعد عليك باش ما تبقاش تشوفه وتفكر الماضي. نوض انت شوف حياتك، 50 سنة ماشي انسان كبير، انت راه في واحد المرحلة عمرية اللي تقدر مثلا تجدد الحياة ديالك. وكنشوف انا بعد الرجال في هذا العمر هذا عاد كتجدد الشباب ديالهم، ماشي مشكل مقطوع عليك رجل، الحمد لله عندك عينين كتشوف بهم، عندك ودنين كتسمع بهم، عندك يدين كتقدر دير بهم اي حاجه، فالحمد لله كما قلتي لله ما اعطى ولله ما اخذ. فانفض عليك غبار التشاؤم، هادشي اللي دوسي ماشي ساهل وهادشي يلاه جديد ماشي بزاف، يلاه دابا 3 شهور ولا 4 شهور باش وقع لك هادشي، فراه ماشي ساهل. وكنطلب الله سبحانه وتعالى ينعم عليك بالنسيان، لان النسيان راه نعمه. وتنسى شوف شي بنت الناس اللي تحسن ليها وتحسن ليك، وتعاود تجدد حياتك. ولدك صيفطو عند اختو كما قلت لك، تقابلو ودير له وريقات ودير له المستقبل ديالو على الاقل ما يبقاش حداك. خلي هاد السر هكاك، خلي كما كان، لان غادي تدمر به البنت ديالك، ولان بنتك دابا مزوجه وعندها وليداتها، فاللهم استر ما تبقى وصافي، هي استر ما استر الله سبحانه وتعالى. ونوض جوج وشوف الحياة ديالك من واحد الجانب اللي يكون مشرق إن شاء الله، وحاول تبدل من الشخصية ديالك، تولي إنسان اللي تايق في النفس ديالو. مرتك غلطات واعترفت بالغلط ديالها، إلا ما قدرتيش ترحم عليها فقط بعد على الأقل اسمح ليها، المسامح كريم. تحنا غلطنا وتحنا كنغلطو، أنت ما غلطتيش، أنت الغلط العظيم واللي غادي تحاسب عليه غدا أمام الله هو النهار اللي كنتي كتخليها مع ولد أختك وكتمشي وكتخليها هي دير ما بغات. فاحنا عرفناك الوقيتة اللي خانتك معها راه كانت في السبيطار، كنتي انت في السبيطار، ولكن راه كانت ديجا معاه، يعني عندها معاه احاسيس ومشاعر، فهذيك فقط لقاوها فرصة واغتنموها هي وياه وغلطوا فيها، فهذا بحد ذاته خطأ كبير انت السبب فيه، انت عندك واحد الجزء كبير في هذا المشكل اللي وقع ليك دابا. فقط سكت وجيب الطم وما تقول والو. السيدة اللي غادي مثلا تفضحها ولا تعاقبها ولا تديها للمخزن مشات عند الله، مشات عند المحكمة الإلهية اللي هي اللي غادي تعدل بيناتكم، فالله سبحانه وتعالى قادر يغفر ليها. وحنا شنو نكونو؟ حنا غير بنادم، ربي هو اللي كيحاسب، حنا نسمحو ونغفرو ربي سبحانه وتعالى حتى حنايا باش يغفر لينا ويتجاوز علينا. هادشي اللي كنطلب منك، كون كانت هاد المرأة على قيد الحياة كون قلت لك اودي سير تبعها قانونيا ومن حقك وتجيب عليها الحق، ولكن مادام انها في المحكمة العليا عند الله سبحانه وتعالى، فطلب الله سبحانه وتعالى يمن عليك بزوجة صالحة وتعاود دير حياتك، وانت راك باقي شاب وصغير ماشي كبير بزاف، ونتزوج. فدير بالنصيحة ديال البنت ديالك وتزوج، شوف شي مرة اللي تسترها وتسترك باش تقول انا ما كاينش اللي يقبل عليا، وشكون اللي غادي تقبل بيا وانا مقطع عليا رجلي؟ راه خويا خلقنا بلا عيب والعيب هداف، راه حتى شي واحد في هاد الدنيا وفي هاد الحياة ما مكمول، فالكمال لله سبحانه وتعالى. واخا تعيا الطير راه والله العظيم حتى واحد في هاد الدنيا ما كامله ليه، اللي ما مشيالو يد مشيالو رجل، واللي مكمول في الجسد ديالو راه ناقص في عقله. كلنا عيوب من سلسنا حتى راسنا، زعما قاري القران وعارف بينك وبين الله، ما غاديش نجي انا اللي نوريك في هاد المسائل هذه، اعقلها وتوكل على الله
واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لانه هو كيحاول انه يخليك ديما حزين ومكتئب ويخليك دير اي حاجه اللي ما يبغيها لا ربي ولا العبد، وتضيع كاع داكشي ديال القران اللي قريتيه هذه سنين. فنتمنى ان شاء الله تدي بالنصيحه ديالي، واخا انا في العمر ديال بنتك، وانت تبارك الله قاري عليا وواعي عليا وما غاديش نوصلك انا في الدين وفي الفقه. فنتمنى ان شاء الله تقبل مني هذه النصيحه وحسبها نصيحه من عند بنتك، وتقبلها وتاخذها بصدر رحب ان شاء الله. ونتمنى من المستمعين والمستمعات الكرام حتى هما ينصحوك بدورهم، لانك ما جيتي لهذه القناه حتى حسيتي براسك ضعيف وخص لي ينصحك، فاحنا كلنا اذان صاغيه. وكيف ما عودت الاخوان والاخوات الكرام، هذه القناه ماشي غير للفرجه فقط بل للعبره. تواصل معايا عبر الواتساب، ما عليكم غير تواصلوا معايا على الرقم الموجود اول الفيديو، او على الرقم اللي غادي نفتي لكم دابا اللي هو 06 37 054 49. اعيد 06 37 054 49. الا كنتو اول مره كتزوروا هاد لاشين ومازال ما تابونيتوش، فضلا وليس امرا، ضغطوا على زر ابوني اللي هو اشتراك، وفعلوا الجرس باش يوصل الجديد ديال باش يوصلكم الجديد ديال الحكايات. نتمنى ان شاء الله ديروا لي لايك ولي كومونتير، وكذلك تبارطاجيو هذا الفيديو على نطاق واسع، الله يرضي عليكم باش تعم الفائده وتكبر العائله الصغيره ديال قناه محكيتي. الى ان القاكم دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.